ويسألونك عن العراق وفضله ودوره في زمن الظهور الشريف. حديثنا اليوم يتمحور حول روايات تشير إلى دور العراق وأهله، وسنحاول وإياكم التعرف على كنوزها وتفكيك رموزها وشفراتها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله قال: ما من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة، لا سيما هذه العصابة. إن الله هداكم لأمر جهله الناس، فأحببتمونا وأبغضنا الناس، وبايعتمونا وخالفنا الناس، وصدقتمونا وكذبنا الناس، فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الكوفة جمجمة الإسلام وكنز الإيمان، وسيف الله ورمحه يضعه الله حيث يشاء، وأيم الله لينصرن الله بأهلها في مشارق الأرض ومغاربها كما انتصر بالحجاز. المقطع الأول: ما من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة، لا سيما هذه العصابة. إن أكثر الناس محبة لنبي الله صلى الله عليه وآله وآل البيت عليهم السلام بين البلاد والأمصار هم أهل الكوفة، بشهادة نبي لا ينطق عن الهوى، يقول بما يؤمر ويفعل بما يوحى إليه به. والعراق كان يعرف تاريخيا ببلاد ما بين النهرين وبأرض كوفان وغيرها من الأسماء. وأما الكوفة فهي مهد الولاية، فيها شعت أنوار الولاية والطاعة لنبي الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وعبرها انتشر أريجها وعبقها بالآفاق والبلاد. ومن الكوفة كانت تلك العصابة، أي الجماعة التي استحقت هذا التكريم الخاص من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. المقطع الثاني: إن الله هداكم لأمر جهله الناس. ومن كرامات أهل كوفان أن الله اختصهم بالهداية لأمر جهله باقي الناس. وهل هناك أعظم وأكرم من قوم اختارهم الله دون غيرهم وأكرمهم بالهداية؟ فما هو هذا الأمر العظيم الذي هداهم الله إليه؟ ولماذا اختص به أهل تلك البلاد بالتحديد؟ الأمر العظيم هو الإيمان بالله وبرسالة خاتم النبيين وولاية الآل الطيبين الطاهرين. وهل هناك أعظم وأرقى من هذه الأسباب؟ لكي نتحرى الأمر ونتحقق منه، تعالوا معي لنكمل تفسير الرواية الشريفة. المقطع الثالث: فأحببتمونا وأبغضنا الناس. السبب الأول هو الإخلاص في حب النبي وآل بيته الكرام، فأهل العراق هم من المحبين والمخلصين للعترة الطاهرة، وهم من السباقين في اتباع الولاية وانتهاج نهج الآل الكرام، يسالمون من سالمهم ويعادون من عاداهم. وقد بشرهم الله على لسان نبيه بأنهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنهم صدقوا بمودتهم للقربى، وفي ذلك مصداق للآية الكريمة: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. المقطع الرابع: وبايعتمونا وخالفنا الناس. السبب الثاني هي العقيدة والولاء والبيعة لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وآل البيت عليهم السلام، فكانوا من الثابتين على النهج المحمدي العلوي الأصيل، ومن أوائل أصحاب الرضوان والبيعة الذين ثبتوا عليها ولم ينكثوها، فيما كانت جماعات وأقوام أخرى تعادي هذا النهج وتحاربه وتتربص به. لذلك اختار الله هذه الجماعة المؤمنة بكرامات عظيمة ووعدهم بأجر عظيم. وهذا مصداق قول الرحمن: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
المقطع الخامس: وصدقتمونا وكذبنا الناس. السبب الثالث هو الإيمان بالله والثقة بالرسالة الإسلامية والتسليم بالنهج الولائي. فكان أهل العراق من أوائل المصدقين لنبي الله ورسالته، ومن أوائل المدافعين عنه في مواجهات حملات التحريض والتكذيب والاتهام بالجنون والسحر والأضاليل. فأصبح أهل العراق من الذين صدقوا الله ورسوله، ومن الذين أوفوا بالعهود وقدموا التضحيات في سبيل هذا النهج، فاستحقوا صفات المؤمنين الصادقين. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. المقطع الأخير من الرواية الأولى: فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا. ما أعظم هذه الكرامة التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. فرسول الرحمة وحبيب رب العباد يدعو لأهل العراق من الذين اتبعوه واتبعوا أوصياءه من بعده بأن يحييهم حياتهم وبأن يميتهم مماتهم. وهل هناك أعظم من أن تحيا حياة وسيرة النبي الأعظم والآل الكرام، وأن تموت على حبهم ونهجهم واتباعهم؟ فهنيئا وطوبى لكم يا أهل كوفان، لأن شهيدكم والشاهد عليكم يوم الفزع الأكبر هو رسول الله بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فأنتم الأمة التي أحبت وصدقت ووالت واتبعت نبي الله وآل بيته، وأنتم من الذين هداهم الله لأمر الولاية والثبات عليها. فأصبحت حياتكم حياة محمد وآل محمد، ومماتكم ممات محمد وآل محمد. فهل من دور لكم في أزمنة التمهيد والإرهاصات والظهور المقدس؟ تعالوا معي لكي نستوضح الأمر ونتحقق منه. الرواية الثانية، المقطع الأول: الكوفة جمجمة الإسلام وكنز الإيمان وسيف الله ورمحه يضعه الله حيث يشاء. الجمجمة موقعها في أعلى الرأس، ومحلها محل القمة من الجسد، وبذلك تصبح الكوفة جمجمة الإسلام ورأس حربته وتاج البلاد وسيدة العواصم. كانت عاصمة الولاية والخلافة في البداية، وستصبح عاصمة الدولة الإلهية في النهاية، وهي كوفة أول الأوصياء وآخرهم. فيها كنز الإيمان، وأي كنز أعظم من أمير المؤمنين عليه السلام ومن مرقده الشريف؟ فلماذا اختص الله الكوفة بهذا الكنز العظيم؟ روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الكوفة: أنه ما أراد بك جبار سوء إلا ابتلاه الله بشاغل ورماه بقاتل. والكوفة سيف الله ورمحه، بها وبرجالها يحارب الله أعداءه، وحروبهم وصولاتهم لا تكون محصورة في هذه المنطقة الجغرافية، بل يتخطى ذلك إلى ما شاء الله. وفي الرواية الشريفة دليلا واضحا على أن لرجال الله في أرض كوفان صولات وجولات ومعارك وغزوات في الكثير من الأمصار والبلاد. الرواية الثانية، المقطع الأخير: وأيم الله لينصرن الله بأهلها في مشارق الأرض ومغاربها كما انتصر بالحجاز. وأيم الله هو قسم عظيم بالذات الإلهية، وهنا تتضح الصورة تماما وبكل شفافية وتجرد. فنبي الله يقسم بربه أن الانتصارات ستتحقق بأهل الكوفة في مشارق الأرض ومغاربها كما انتصرت الرسالة الإسلامية من قبل في أرض الحجاز. فبهؤلاء الرجال سيفتح الله البلاد شرقا وغربا، وسيمن علينا بالانتصارات، وسيبسط قواعد وأسس دولته الموعودة. فمع رجال وفرسان العراق الأشداء والأقوياء والصناديد، لنا مواعيد ومحطات وجولات.
فكما دافعوا عن سوريا وحرروها بدماء وأرواح شبابهم ومجاهديهم، سيكون لنا موعدا قادما معهم بدفاعهم عن إيران الإسلامية ودحر القوى المحتلة من البلاد، وموعدا آخرا بتحريرهم لفلسطين السليبة، وموعدا محتوما بنصرتهم لسلطان العصر وصاحب الزمان في جميع معاركه وفتوحاته وفي مهمة إرسائه لقواعد الدولة الإلهية العالمية. وسيكتب الله لنا النصر المبين معهم وبهم، فطوبى لهم ولرجالهم ونسائهم ولشيوخهم وفتيانهم، وألف رحمة ونور على موتاهم وشهدائهم.